بحثت وزيره التعاون الدولي رانيا المشاط مع بعثه الصندوق الدولي للتنميه الزراعيه ايفاد التي تزور مصر حاليا فرص التنسيق والتعاون المشترك مع الصندوق في اطار استضافه مصر لقمه المناخ كوب 27 تناول اللقاء مناقشه موقف برنامج التعاون الانمائي مع الصندوق والمشروعات الجاري تنفيذها بتمويلات مقدمه من الايفاد كما اكدت المشاط انها تعمل على تنفيذ جهود التحول الى الاقتصاد الاخضر من خلال خطط وطنيه واضحه وتعزيز التعاون المشترك مع وكافه الدول وشركاء التنميه في هذا الاطار